اكيد عندهم نقص عاطفي بيلجأوا لهالاشياء هاي. ما عندي نقص بشيء. حنان قنديل، مساء الخير حنان. حنان بتقولي اثناء اعداد الحلقه انه بتصرف كثير، بس هون بدي اسالك اليوم على شو؟ على تياب. بس تياب؟ انه بعدني بعمر ما عندي مسؤوليات بمعنى اصرف على بيتي او عندي مسؤوليه شيء ثاني. اجمالا باخذ مصروفي من بابا، انه بفضل اصرف فوقي على هالشيء، على التسوق. على شو بالتسوق تحديدا؟ تياب. لا عندي غرام للتياب، يعني مش ما كل شيء بصرف عليه، بحب انزل على السوق اشتري تياب. اذا بدك توصفي لي اوضتك، كيف توصفي اوضتك اليوم؟ منعوفه قد ما فيها تياب. دلل نفسي بطريقه انه لما بحس حالي انه مزعوجه، في شيء زعجني، بحس انه لما بنزل على السوق بشتري برتاح، بحس حالي انه هابي، مبسوطه، راحت الكآبه مني. يعني انا بفكر انه احسن ما الجا لادويه بلجا انه للشوبينج، بيعمل سعاده. كم مره بتكتبي بالنهار او بالشهر؟ لا لا لا، مش بالضروره. هلا مش بالضروره كل يوم انزل على السوق. هلا يمكن انا بنزل 3-4 مرات بالاسبوع. ايه انزل وما بدي ارجع، ما برجع فاضي نهائيا لو شو ما كان ثمنها، ما بفكر. قلتي لي بتنزل لانه بتكون يمكن عندك مشاكل، عندك ضغوط، اي نوع مشاكل بتكون بتواجهيها وبتخليك تنفسي عن حالك، تنفسي عن هذه المشاكل اللي بتخلي التسوق. انا بشتغل، عندي انا صاحبه محل، سو عندي يعني كثير، عندي كثير مشاكل بشغلي، مع مثلا مع الزباين، مع التجار، مع كثير، انه بلس الحياه العائليه، انه مشاكل الاولاد وهولي. انا بلجأ لهالشيء لحتى ارتاح. تنبسطي لما تشتريها للقطعه او لما امتلكها؟ بنبسط. كيف عباس، كيف بتختلف نظرة ذهنية الرجل، نظرة الرجل من خلال مصاريف عن ذهنية وتصرفات المرأة؟ تختلف انه المرأة ما بهمها تصرف، تعمل شوبينج، كيف اجوا المصاري، منين اجوا المصاري، بأي طريقة، ما بهمها، لأنه المصاري ما بيجوا هيك، ما بيجوا هيك، بيجوا بتعب، بيجوا بمئة شغلة بتجيب المصاري. ما قالت لك هنادي قبل شو؟ قالت لك هي بتتعب وبتشتغل. وإذا هي وبحق لها تدلل حالها لما تتعب وتشتغل تعمل شوبينج. كيف بهاي الطريقة؟ لا غلط، مش بهاي الطريقة. أي طريقة واحد بدلل؟ في 100 شغلة بيعملها. هلا هي عم تقول إنه نقص، أكيد هي عندهم نقص، مش لا ما عندهم، أكيد عندهم نقص، أكيد عندهم نقص عاطفي. نقص شو؟ نقص عاطفي، مثل ما حضرتك قلت لهم، أكيد عندهم نقص عاطفي. بيلجأوا لهالاشياء هاي. ما عندي نقص بشيء الحمد لله، يعني انه الله مكملها معي بكل شيء. انه اذا قلت انه الشوبينج بيعمل لي سعاده، ارضاء لنفسي، انه منه غلط ولا مرض ولا تبذير ولا شيء، وين الضرر فيه؟ بس ضمن الحدود. هيدا هوس. يعني ضمن الحدود، يعني ضمن الحدود في شيء مهم وفي شيء اهم. مثلا مثل شو؟ مثلا مثلا في شيء، مثلا انت بتبدي لجوزك عنك، بتبدي لاولادك، بدل ما تجيبي لإلك مثلا 10 قطع بتجيبي مثلا 5 والباقي بتوزعي لاولادك، بتوزعي لزوجك، بتشيلي منه، ما بدي اقول لك توزعيهم او تعطيهم. مين قال لك انه انا انه ما ممكن اكون عامله باب اقتصادي؟ انه يعني كل واحد حسب امكانياته. شو امكانياته؟ عباس اليوم اذا زوجتك، اذا زوجتك، اذا زوجتك اليوم بدها تشتري، وانت انت قادر، اذا شو؟ اذا 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 حابه تشتري تشتري. ايه وين المشكلة؟ سوري قادر بس لدرجة محددة. ما عمل لك لدرجة مش لا 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 لا. هلا سألها للدموزيل، قال لها بتعرفي شو عندك تياب؟ بتعرف شو الوضع؟ قال لك ما عزا سألها أو ما بعرف. سألني يا جاوب أنت. لا أنا بعرف، ما بدي تجاوبيني، بعرف إنه في إشي. هلا إذا بتلبشي تيابك كلهم بتطلعي قطعة بتقولي واو مسيو عباس. سوري بس انت ما بتحب تصرف شكلك؟ كل حدا بيحب يصرف، بس لدرجة، في حدود، في حدود. بدي اعرف شو الحدود يعني. في انت حدود، ما عمل لك في شيء مهم وفي شيء اهم. طب انت شو برايك؟ نفترض انت وجوزك هلا وقفتي عن الشغل، صار معكم شيء، صار ما بعرف شو صار. هيدا قدر بيكون، شو بعمل؟ قدر، اوكي، نحن ما بنشيل للقدر شيء مثلا؟ انا جوزي عم بيشيل، ليه انا بدي اشيل كمان معه مثلا؟ عم اقول لك انت وزوجك، انا ما حددت انت، انت وزوجك صار شيء. ايه اوكي، شو بتعملوا؟ ما بتشيلي للقدر؟ لا ما ولا بتروحي مثلا اذا جاكي انت وجوزك واولادك، بكره بتروحي بتاخذي لك فستان بتقولي له بليز اعطيني بداله
شيء لناكله. انت عم تحكي من نظريه انه كانه عم بقول لك انا عم بصرف عم بصرف كل شيء معي على اللبس. شو الفرق عباس؟ ضمن المعقول بس هي عباس فوق المعقول. عباس تستاهل بالعكس انا اكثر منه على فكره. لا لا لا, لا. انا تعرف انه انا بتعرف انا كم سكربينه عندي مثلا؟ كم وحده؟ عندي 99 وحده. الله يخلي لك اياهم. كم فستان؟ كم فستان بتعديهم؟ عن جد انا عندي فوق يمكن 500 فستان, مش عم بمزح معك ولا عم بالغ بالموضوع. لما بتشوفي كل هالكميات ومحل ما عم تعرف وين تضبيهم وين تحطيهم؟ لا لا بعرف وين تضبيهم. لا ما بتندمي؟ لا لا انا ما بندم على شيء انه بعمله بالحياة. ما بتندم قول يا ريت ما اشتريت هالقطعة زدتها هون لا شوي؟ لا 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 ما بندم نهائيا, بالعكس ما انا بكون مبسوطة لما بشتريها. انه بتردد ببعض الاوقات ممكن اتردد, بس لما بتكون كتير عجبتني وعفكر فيها كل يوم بدي انزل جيبها. حتى لو بدي اتحايل على جوزي اذا ما معي حقها بتحايل عليه بليز حياتي اعطيني الكارت ما بيتذمر. هلا اوقات ايه بس لا حرام ما بيقول لي لا, بيقول لي ايه بيقول لي خذي لانه عارف حضلني نق وانا بايه اذا خلص نقيت على راسه بدي يخلص من النق. شو الفرق اليوم بين البخيل والاقتصادي؟ البخيل هو ما بحب بحب المصاري بس لا بحب يصرفها, حب يتفرج عليها. شفتي عباس بخيل؟ لك ايه عنده شوية بخل. ايه عندي بخل, ايه عندي بخل. وقت نبقى لك اهتمي بولادك وبزوجك انا مهتمي شيء عن شيء وفي شيء اهم من شيء هذا بخل بيكون عندي. لا بالعكس انا ما منقص عندي بخل. وقت نبقى لك وقت بصير لجوزك او الك شيء شو بتعملي اذا انت بتروح بتحملي فستانك او سكربينتي؟ كيف ما دخلوا؟ نحن عايشين بلبنان حبيبتي, نحن عم نحكي عن شو عايشين بوضع اقتصادي يعني ما بعرف عايشين وضع البلد من 100 سنه لليوم زفت زفت هو هيك. لا وعم بيزيد وعم بيزيد. إيه بدنا ندير بالنا حنان اليوم لما انت تشتغلي بتصيري بتفكري اكثر او بتضل هالعاده عندك بتحبي تتسوق؟ لا بحب اتسوق فكر اكثر, بصير عندي مسؤوليات اكيد بشيل مسؤولية. مش معقول كان ما عندي هوس او مرض, انا عندي انه بحب اشتري ثياب اوكي بس اذا ما قادره او بقدر شيل يعني بقدر نظم معاشي يعني مش لهالدرجه اللي عم بيحكي عنها. واذا جوزك بالمستقبل قال لك انا ماني قادر بهالعاده؟ لا لا ما بياخذ. انا بفكر انا اصلا ما بتزوج قبل ما اصير كاباب لانه اصرف على حالي, يعني قبل ما اشتغل وطلع مصرياته, وما بفكر اخذ من زوجي لا الا اذا هو طبعا حب يهديني وبقول لا يعني. هنادي اليوم قد ايه هالطريقه بالعيش هالطريقه بالصرف بينطبق ايضا على عائلتك على مجتمعك على أولادك على طريقتك بكل النواحي من الحياة اليومية أم فقط بس على اللباس؟ هذا طبع يعني الكرم مش بس على حالي لا وعلى حوالي. إذا جاي لعندي حدا لنفترض في ناس بتكتفي فنجان قهوة, أنا لا إذا إجا لعندي حدا بيحتار شو عندي أنا بدي أقدم. بس شو الفرق بين الكرم؟ واحد يكون كريم واحد يكون ببذر مصرياته شمال يمين. ببذر بكون مش تعبان فيهم لما بدي ببذر شمال ويمين أكيد مليون بالمية.